مؤقته نفوذ حسين استنادا للماده 38 من قانون انتخابات مجلس النواب للعام 2020 تعلن المفوضيه العليا المستقله للانتخابات اسماء 329 نائب لمجلس النواب العراقي حسب الدوائر الانتخابيه ولكل محافظه واجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بما في ذلك الفائزون بكوتا النساء والأقليات وعلى النحو الذي سيعرضه السادة المفوضين تباعا. عبد العزيز طلاب مثل ماوي 12000. عدد الناخبين الكلي كان 22,116,368 ناخبا. الناخبات الأناث 10,725,613 أي ما يقارب 48%. الناخبون الذكور 11,390,755 ما يقارب 52%. أعداد المصوتين 9,629,601 ناخب وهذا يمثل 44% من عدد الناخبين الكلي.